سابقا في روبيك. مساء النور يا بورا، ولا نقولوا عقاب بخير. لكن فيت مشكلة واحدة بس، والمشكلة هذه هي اللي خلتني أقرر نفس خطوتي معاك. واللي هي؟ ضعفك يا أيمن، أنت إنسان ضعيف ما تقدرش ترد أي سألك من أي حد. اللي يقول لك كلمة غلط تسكت له، أي حد يغلط فيك تسكت له. اليوم وليد مسحب كرامتك الأرض قدام الجامعة كلها، وأنت ما رديتش عليه بحرف واحد. شوف شو نجبت لك، هاجي اللعبة اللي وعدتك بيها اسمها روبيك. هي صعبة شوية بس هني نعرفك شطور وحتتعلمها بسرعة. وهاجي لي يعني ديري بالك عليه يا نوري، مش حنوصيكم. ما توصيش على مروان، انتي خير توكل على الله. بس مروان هذا زي ولدي. احنا حنمشوا المطار توا، مروان داخل من البيت يشوفني واني طالعه ويبدا يبكي. ماتوا تحت بهم الطائرة وهم مروحين. فهمت طبيعة الخدمة توا؟ إن شاء الله مع الوقت حتزيد تفهم أكثر. تمام، وبالنسبة لباقي التفاصيل؟ قصدك المرتب. في البداية حيكون مرتبك صغير، لكن مع الوقت حيزيد يكبر أكثر. كم حيكون في البداية؟ 4000 في الشهر. كويسات، فيهم الخير والبركة. زي ما قلت لك، هذا في البداية. بعدين حيكون في مهمات خاصة، والمهمات هذه فيها مكافأة معينة ما عادش حتخليك تشبح للمرتب بكل. شنو هي المهمات هذه؟ لا هذه مازال بكر عليها شوية. واحدة واحدة عليك القدام حتعرف كل شيء بالتدريج. المهم زي ما فهمتك، ما تطلعش من المقر إلا لما تاخذ الإذن مني، وخاصة لما نكون معناش ما تتحركش لين تستأذن مني. من هو هذا؟ هذا الكوماندو الكبير أيمن خو الشامخ. برا شوف خدمتك توا. هو سؤال واحد بس يا جيم، لو جاوبت عليه حتريح روحك وتريحنا. ونوعدك بعد هالشلة اللي حلوحك فيها حتكون مجهزة بكل شيء. شكون اللي يدبر على صقر يخطط يقتال الشامخ؟ ها؟ يا جيم، شنو القرار اللي وصلت له؟ حتقول لنا ولا نقعد نخبطوا فيك زي القرنيط اليوم كله؟ مين وراء العملية يا شماعة؟ تكلم!
واضح انك انت مش حتتكلم، واحنا نعرف كويس انك مستعد تموت على خاطر صاحبك صغر، واحنا ما عندنا ما نديره بقتلك. فلهذا اتصلنا بصقر وطلبنا منه 2 مليون باش نطلقوك. واو قاعدين رجوا في الرد متاعها. هيدفعهم اكيد ان شاء الله. احنا هذا اللي نبوه. الحمد لله على السلامة يا شامخ. الله يسلمك. استريح. شكرا. لا ما شاء الله. الدكاترة قالوا إن حالتك مستقرة. وإن الموضوع الكرسي هذا مسألة وقت وإنك أنت حتقدر تمشي من جديد بعد شهور. راشد. قول لي نبيها تدير لنا قهوة. اللي بيجي من ربي باهي. أهم شيء معنويات تكون عالية. تصدق قبل ما يصير معاي الموضوع هذا بيوم واحد بس حلمت بشيء غريب. حلمت بروحي قاعد عيل صغير ولابس الجرامبيول متاع المدرسة، وخشيت على أمي في المطبخ ولقاها واقفة بكامل صحتها وهي تنادي في اخوي ايمن وتقول له يا ايمن يا ايمن تعال وصل اخوك الشامخ. قعدت نقول لها كيف انا الكبير كيف يوصلني، انا المفروض نوصله. قالت لي انت ما تقدرش تمشي كيف بتوصله. وقتها شبحت لي روحي ولقيت روحي مقعمز على كرسي زي هذا بالضبط. هذا انتقام من ربي. أمي مقعدة بسببي. لو أنا ما خشيتش لسكة الإجرام هذه راهي أمي توا بكامل صحتها. أنا سببت لها في الكارثة هذه. وأنا مؤمن اني قاعد ندفع في ثمن اللي درته اللي وجعني. ان الانتقام جه في الوقت اللي كنت بنتوب فيه وبنوقف كل شيء وبنختم بالحلال وبشرف ونزه. استهدى بالله يا شام، كل شيء بامر الله. ونعم بالله. بخصوص أيمن، الواضح إنه هو مش حيسكت وحيرد على اللي صار، وهو توه شاد مكانك وأنت تعرف السكة هذه لوين توصل. نبيك تتدخل. أيمن شاب نظيف ومتعلم ومثقف وذكي، حرام يضيع روحه وأنت بس اللي تقدر توقفه. كلمة بعون الله. تفضل اشرب القهوة. Thank you.
إخوتي الكرام، أهلا بكم. قبل أن أبدأ حلقتي هذه يجب علي أن أعترف لكم بشيء ما. لقد كان برنامجي هذا مسرحا للمؤامرات. نعم، هذه هي الحقيقة والتي لم يعد هناك مفر من البوح بها. كنت كمذيع أتعرض لضغوطات من قبل متنفذين في البلاد بهدف تمرير أجندة تعتمد على تشويه صورة أشخاص وطنيين لطالما كان الوطن همهم الأول والأخير. نعم، أعترف بذلك، وأعترف بأنني مارست الكذب ومارست التضليل خوفاً على حياتي من هؤلاء. ولكنني وبالأمس فقط تساءلت، إلى متى الخوف؟ إلى متى الصمت على تجاوزاتهم؟ وإلى متى الإذعان لأوامرهم؟ إلى متى السكوت عن دورهم في نشر الفساد والجريمة في بلادنا ومؤامراتهم لمنع أي نهاية لمسلسل الفساد هذا؟ لم يعد هناك مجال للصمت وخداع الناس. فالصامت اليوم مشارك في هذه الجريمة النكراء في حق الوطن. لقد آن الأوان للتحدث بصوت عال لتكشف الحقائق وتوضع الأمور في نصابها. ونحن على بعد أيام قليلة فقط من الانتخابات. أقول إن الحل الآن بأيدينا لإنقاذ أنفسنا وإنقاذ الأجيال القادمة وإيقاف مسلسل هدر المال العام والفساد والجريمة في البلاد، وذلك عبر انتخاب أشخاص وطنيين لتبوء المناصب السيادية في البلاد. نعم، الحل يكمن في ضمائرنا وبين أيدينا. ببساطة شديدة، لا تصوتوا للسارقين، لا تصوتوا للفاسدين، لا تصوتوا للمرتشين. امنحوا أصواتكم فقط لمن يستحقها، امنحوها فقط لمن يضع الوطن في قلبه والصدق في لسانه، وحينها فقط ستنتهي كافة مشاكلنا، وعندها سنلتفت لبناء الوطن. خيرك من خلعتي؟ لا، غير ما حسيتش بيك جاي. حاط روحي على الوضع الصامت. خيرك تضحك؟ أول مرة نشوفك تقول في نكتة. طولة عمرك. أنا ما عرفتش علاش عزمني اللي حوشكم. صح لي زمان ما شفتش أمك، لكن شنو سبب العزومة؟ يعني ضروري ما يكون في سبب باش نعزمك. سمعت بأن وليد راكت في المستشفى. تو أنا بعت لعباقة ورد. بارك الله فيك، طلعت حنين. غريبة، كنت نحسابك تبيني واعر مش حنين. أنا ما قلتلكش أضرب الراجل، أنت قريب قتلته. أنا ما عادش فهمت أنت شو تبيني بالضبط. تبيني ضعيف ولا تبيني قوي؟ يعني ما فيش حل وسط، يا ما تسكت يا ما تضرب الراجل قريب قتلته. يستاهل، هو اللي جابه اللي روح. عمري ما رأيت حد جدي زيك أنت. مرات نحس فيك غريب. غريب؟ إيه، غريب وغامض وراك ألف سر وسر. كنت ديما أتمنى نعرف شن في داخلك، لكن أنت زي البير الغارق ما يقدر حد يوصله. ممكن الناس كلها ما تقدرش إلا أنت تقدر. وكيف حنقدر؟ تتزوجيني؟ موضوع بنجي نحدد موعد عرس مع مالك.
بكل بصراحة الحوش هلبة صغير. هذا كله صغير، سادنا احنا نفرين بس. غدوة تعبوه مفرخ وتحسي بيه زي الحكة. إن شاء الله مع الوقت حناخده واحد أكبر. إيح، يا ما سمعت هالوعود هادي من بوك، وشوفي أهو لحد توا قاعدين في حوش بالإيجار. ياسر ياسر كشخ علي أنا أنتي؟ إن كشخ عليك أنتي. ياسر درهتي لي كبدي وانتي كل شيء. بوك 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 ما درليش، بوك ما خلاليش، بوك مدمن، بوك صافتة، بوك ناتة. ياسر زهقتيني بنفس القصص وانتي كل شيء تربطي فيه ببوي الله يرحمه. حتى هو ميت مش مستريح منك. مادام كرهتي لهالدرجة علاش قعدتي معاه زمان؟ ها علاش ما طلقتيش منه؟ والله وطلع لك لسان يا مفعوصة. ايه طلع لي، وكل يوم حيطول على اليوم اللي قبله. ما شاء الله ما شاء الله، وين كان متسوس هذا كله؟ كان متسوس من ظلمك ومن جبروتك اللي كرهني في حياتي. انتي انسانه ماديه، مش همك الا الفلوس وبس، مصلحتي وسعادتي تمشي في 60 داهيه، المهم انك انتي تكوني مبسوطه، واني علي ننفذ اوامرك ونلبي طلباتك. لكن خلاص، المعامله هذه ابني عليها طابية على قولتك. من اليوم انا حره، دير اللي نبيه في الوقت اللي نبيه بالشكل اللي نبيه. مش راح ننسى انك انت امي وعندك علي حق، نستقبلك ونضيفك ونضحك في وجهك، اما غير هيك فوفري نصايحك واوامرك لحد غيري. وصلت المعلومه؟ وينك عطلت توا؟ خش. يا مو طلعت الصبح؟ مشيت لي مرت فوزي. مازال ما لقوشي؟ لا توا مسكين ما عرفولهاش طريق. ما قلت لك شيء؟ على شنو؟ على مروان. اكيد سمعت انه شدوه وطلقوه. بالعكس، عيطت تشكر في مروان وتعاود، وقالت ما ريتش ما طيب منه، وقالت اني واثقة انه يحب فوزي زي بوه اكثر ومستحيل يضره. يام تتفكري في البرنامج اللي جابوه يومها على خنبة السيارات، وعلى الراجل وجدت اللي لقوها ملوحة في الحوازة، وبعدين جابوا مرته تبكي وتحكي في القصة كيف قتلوه ولوحوه وخنبوا سيارته وخنبوا فلوس التبرعات. ايه نتذكر، والراجل هذا ولد عم بوك الصادق جهرة. اه بالضبط، عيلت من هما؟ عيلت نجم، والراجل اللي لقوه مقتول اسمه اسماعيل، اسماعيل نجم. وانت علاش تنجدي؟ شو كنت تشتغل قبل يا مروان؟ فرشة سيارات. ليش سيبت؟ ما سيبتش، أصحاب الورشة هم اللي سكروها. مصباح عرض عليك الخدمة هنا؟ بالضبط. في صدف ما تصيرش من فراغ يا مروان.
تصيرش من فراغ. صباح الخير. صباح النور. جامز. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. ها؟ شنو أمور الشغل؟ كل شيء تمام. احكي لي شن صاير معاكم؟ ما تتعبش راسك بالخدمه، المهم صحتك توا. نبيك تقعمز مع الدكتور عبد الله ويشرح لك على المخطط اللي كنت بنديره وتمشي عليه ان شاء الله. شن في دماغك يا ايمن؟ كل خير. طول عمرك كتوم وما حد يعرف شن في دماغك. أنا ضميري يأنب فيا يا أيمن. علاش يأنب فيك؟ اليوم بس حسيت بحجم الكارثة إني شغلتك معاي. أنت كان مازال سنة أو اتنين وتتخرج دكتور، وأنا نقيت عليك وخليتك تسيب قرايتك وتخدم في الكارة متاعي. كارة كلها غش وخداع ووهم بالقوة وظلم للناس. أني ضميري أنب فيا وحاسس أنني ظلمتك معاي. كان المفروض نوقف معاك ونخليك تكمل قرايتك وتكون إنسان نظيف وناجح، مش نخليك نسخة مني. تفرج شوف هذا مصير الشخص اللي بيك تكون نسخة منه، وانا ما نبيكش تكون نسخة مني يا أيمن. ما نبيكش تكون نسخة مني يا أيمن. واني مش هنحط راسي على مخدة ونستريح حتى ناخد بيتاري من الناس اللي حرمتني من شوفتكم، وانتم بصحتكم واقفين على رجلكم. الناس اللي سرقت صحتكم وسرقت لمتنا الحلو لما اندفعها الثمن غالي وعلى دايما الليم. أميرة تصبحت شوية راقدة، شن تبي؟ وخلك راقدة بكري تعبة. هي نودي نودي خلينا نتعشى مع بعضنا. نودي تعشى أنت، أنا ما عنديش نية. نودي جيب لك عشاء مطعم حوت، عارفك تحبي الحوت.
جايب على خاطرك راه. قلت لك تعبة ونبي نرقد، خيرك ما تفهمش. مروان خيرك تبكي يا مروان؟ متضايق يا حبتي متضايق. وعلاش متضايق؟ بالعكس المفروض تفرح، واخيرا تجوزت ودرت حوش. تجوزت ودرت حوش يا حبتي، لو تعرفيش ندرت باش تجوزت ودرت حوش. درت حاجات ما متصورش نديرهم في حياتي كلها، وعلى خاطر شيني باش نتجوز البنت اللي حبيتها واللي كنت نتمنى انها تحبني ولو ربع الحب اللي حبيته لها. والنتيجة لا حست بي ولا قدرت الشي اللي درت على خاطرها. معليش يا مروان، الجواز ديما هيك في البداية، ومع مرور الأيام تقوى المحبة وتزيد المعزة بيناتكم. باين علي مكتوب لي اني نعيش حروب من كل شيء نحب، بوي امي مرتي اللي مش حاس بها مرتي، علاش انا خير كل الناس مرتاحين وفرحانين الا انا؟ اه يا مروان، كل حوش لي همه غير الناس ما تبينش. مش عارف لو امي قاعده حيه هل كانت حتكون حنين علي اكثر منك. أمك سناء الله يرحمها ما في زيها يا مروان. عمتي احكي لها. أمك كانت دكتورة كبيرة، وبحكم إنها مولودة برا كان عندها جواز أجنبي، وهذا سبب لها مشاكل مع الدولة. لكن تبي الحق يا مروان، أمك كانوا يحبوها كلهم ويعزوها ويحترموها ويقدروها. وعائلتها قاعدوا عايشين برا؟ إيه، جدك كان عايش لبرا ومتزوج أجنبية، وحتى لما توفت أمك ما جوش حضرها زاه. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها، هي أبوك كانوا يحبوك هلبة وفرحانين بيك فوق ما تتصور، لكن قدر الله ما شاء فعل. الانتخابات على الابواب، كل الاستطلاعات تقول ان الانتخابات المره هذه حتفرز طبقه جديده. الشيء هذا مش في صالحنا اكيد، خصوصا ان المرشحين اللي ندعموا فيهم حدودهم ضعيفه المره هذه. لازم نعرقلوا الانتخابات. كيف؟ تفجير كبير في مقر المفوضيه، والحال يبقى على ما هو عليه. اعتبري الموضوع منتهي. يعجبني فيك حماسك يا عقاب. العفو، بعض مما عندكم. قاعد ترغب فيه. قصدك ايه؟ ايه، وحالك كويس اطمني. خلي بالك عليه. اكيد، زي ما طلبتي بالضبط. هاي سلام. خيركم؟ شنو فيه؟ صاحبك صقر باعك، رفض العرض اللي قدمناه له. كيف صار؟ صاحبك استخسر فيك 2 مليون، رفض يدفعهم باش يطلعك. يعني خلاص؟ ايه خلاص، سهل الموضوع لروحك وما تقاومش، وخلي نهايتك تكون سريعة. رج شوية، عندي لكم أراي مليح. خرد هلبة يا جمال.
ترى اسمعوني بالله عليكم اسمعوني، الكلام اللي حنقوله لكم خطير جدا. انا مش حنقول لكم على منو كان السبب في الموضوع، انا حنقول لكم على اسرار كلها. بس ما تقتلونيش، ما تقتلونيش. دوشكا يا دوشكا، وين هربتي يا دوشكا؟ واختفت كرباتي. الو وجدي، رجع جمال ولا مازال؟ معقول انا توك قاعد مجاش؟ نبيكم تقلبوا الدنيا، دوروا على المراكز كلها والمستشفيات بسرعه، ونبيك تشوف لي الكلب اللي اسمه ربيع هذا وين قاعد. ما لقيتوش في شبته؟ اقلبوا عليه الدنيا، طلعوني من تحت الارض. جمال ودوشكا في يوم واحد هرب علي قاعد. كل شيء جاهز يا سوزان. حنتكلم معاها عربي، هي تحكي عربي كويس. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى متابعة لهذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار خاص، ونستضيف سعادة القنصل في بلادنا ونتوجه لها بأول سؤال. ما هو دور الذي تطلع به دولتكم في دعم الاستقرار في بلادنا في هذه المرحلة تحديدا؟ دون شك بلادنا تدعم وبكل قوة الاستقرار فوق هذه الأرض المعطاءة، وهذا الاستقرار ليس في صالحنا فقط كدولة عظمى، بل في صالح هذه الأجيال وفي صالح الأجيال القادمة وفي صالح المنطقة بالكامل. وسنستمر بدعمنا المطلق لكل البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في بناء المؤسسات المعنية ببناء الدولة واستقرارها.